سالي الجمال وصحة البشرة هن عنوان مساحتنا الصباحية اللي رح تكون مع الأخصائية بمجال العناية بالبشرة سيدرا الواوي. فاليوم خلايا الدم هي طريقة تجميلية جديدة لمحاربة خطوط الزمن. البلازما سلمى اللي بتقوم على حقن البشرة بخلايا الجسم، شو الفائدة الحقيقية واللي ممكن تكون بمثابة لك أكثر شباب؟ كل هذا الشيء رح نتعرف عليه مع سيدرا. صباح الخير سيدرا. بونجور، صباح الخير. يسعد صباحك. خليكم يا صباح الجمال والعناية بالبشرة بشوفك وش أكيد بحس بالجمال ما شاء الله عنكم. طيب خلينا نبلش ونحكي أول شيء، نعرف الناس شو المقصود بالبلازما، نتعرف على هالتقنية أكثر. البلازما بالحقيقة هي عبارة عن تقنية، عفوا البلازما هو السائل اللي بيطلع نتيجة تقنية عم يستخدموها هلأ بالجمال، بس هي تستخدم من زمان، يعني من 1940 بلشوا فيها، بس بالعمليات الجراحية وتقنيات طبية لكتير مشاكل بالجسم من عظام ومن دم ومن معالجة الظهر والآلام. بس من جديد لقوا طريقة لحتى يستخدموها بالوش. الهدف منا أنه نحن نستخرج الكريات البيض والشظايا الدموية يلي هي بتساعد الخلايا الجذعية الموجودة بالطبقة القاعدية بالبشرة لتولد خلايا جديدة وتجدد البشرة وتعطي كولاجين وإيلاستين، بما معناه أنه هي ترجع شباب البشرة اللي بنخسره نحن لما بنكبر بالسن. لهيك هي مادة البلازما يلي بتعطيني الشباب، مادة البلازما هي يلي بتعطي الجلد المواد اللي بتخليه يرجع الشباب اللي خسره. تمام، يعني سدرة هن بياخذوا من الدم وبيقوموا بفصل الدم، بيصير في مصل، احيانا عم يحطهم على البلازما كلس، هو عادي الكلس، احيانا عم يحطوا ميزو، هذا الشيء كمان يلي بيساعد. برايك هذا الشيء صح ولا انه البلازما لحالها هي كافيه لتجديد الخلايا؟ هلا هذا الموضوع شوي بدي اول اشرح قصه صغيره فيه، انه البلازما لازم تكون تنحط عند الاخصائي حصرا. في كتير مراكز بيجيبوا بلازما من المخابر، طبعا البلازما اللي بيجيبوها من المخابر بيستخدموا فيها الانابيب العاديه يلي بيستخدموها بالمخبر لفصل البلازما عن الكريات الحمر يلي هنا بترسبوا باخر الانبوله. انا بسحب البلازما اللي بتكون فوق، بس المشكله فيها هي شغله واحده بس، انه بيحطوا فيها مواد بالمخبر هي بتؤدي لحساسية بالبشرة أو ممكن تعمل التهابات بطبقة الأدمة. الناس بتفكر أنه البلازما هي اللي أذتها، لا، في مادة ممكن يحطوها هي السترات اللي هي متعارف عليها بالمخابر. يعني هو مو شغلته تجميلية، لهيك هنا ما بيروحوا على هذا التفصيل كتير مهم. أما البلازما اللي بتنعمل عند الأخصائي بتنحط بأنابيب فيها مواد أصلاً بتساعد على أخذ أكثر كمية ممكنة من المواد المغذية من الدم. يعني البلازما اللي بتنعمل بالأنابيب المخصصة هي مكلفة جدا، لأنه التيوب والأنبوب اللي بنحط فيه هو كتير مكلف للأخصائي وللعم يعملها، وبيكون فيها أصلا هي مواد مغذية ومواد مكثفة. ممكن جلسة واحدة من هذا النوع من البلازما يعادل 4 من اللي بتنجاب العادية من المخبر، وما بيكون فيها أي أضرار، بالعكس هي بتساعد أنه تاخذ نتيجة أكثر. لهيك أنه أي تدعيم تاني ممكن يكون حسب الحالة، إذا نحن في عنا مشكلة تصبغ، مشكلة حب، مشكلة تجاعيد كتير عميقة، بس بالأصل مادة البلازما كافية. أنت عم تعطي بشرتك فعلاً الخلايا يلي بتخليها تتجدد من أول وجديد، لهيك هي كافية. أصلاً هي أغلى بكتير من أي نوع تاني من العلاجات، إن كان كالسيوم، ميزوثيرابي، إذا كانت حقيقية وصح طبعاً وبالطريقة اللي هي نعملت لإلها مو بالطرق العادية. طيب سيدرا، هلأ بنسمع عادة وقت الناس بتلجأ للبوتوكس أنه مرة واحدة ما بيمشي الحال، لازم تعملي أكثر من مرة لأنه بتروح المادة أو بتختفي. نفس الشيء بالبلازما، لازم نعتبرها كعلاج يعني، ولا هي مرة واحدة ممكن تكفي؟ هلأ بصراحة من زمان، أو مو من زمان، لنقول من شي 10 سنين، أول ما درج البوتوكس كانت كل العالم حتى المشاهير لنقول هن بالنسبة لكتير صبايا ايدل انه كانوا يستعملوا البوتوكس. بس بتعرف بالنسبه للممثلين وممثلات انه تجميد عضلات الوش بيفقدهم جزء كبير من مصداقيتهم بالتمثيل. لهيك هن اصلا اول مين التجا لتقنيه البلازما فامباير ثيرابي او طريقه حقن البلازما بالبشره، هي بتعطيني نتائج ممكن تشابه البوتوكس بس بغير اليه، بس الهدف واحد هو انه انا خفف اكثر ما بقدر من التجاعيد واعطي نضاره واعطي ملء للبشره. يعني نحن لما نكبر ترق
بنلزق طبقة الجلد تبعنا مع الكولاجين والإلاستين والشبكة الألياف الموجودة بالوجه. البلازما كفيلة بأنها تعبيها، بس البلازما إذا أنا بعملها مثلا مرة بالسنة أكيد مكافي. لما بدي بلش بالبلازما لأخذ النتيجة اللي بتغنيني عن البوتوكس والميزوثيرابي وأي شيء تاني، لازم أقل شيء أعملها مرة بالشهر. يعني كمان سيدرا حكينا انه هي كثير منيحه البلازما، هل لها تاثيرات جانبيه على المدى البعيد ولا هي ايجابيه بالمطلق؟ ما في شيء اسمه ايجابي بالمطلق، في عالم عندها فوبيا الابره بالنهايه. صحيح. يعني ممكن انا مجرد في بنات مجرد ما شافوا الابره بصير بدهم اسعاف، بقول لهم بدي اعمل زاويه اسعاف عندي بالكلينيك، بس الفكره انه بما انه هو شيء من الجسم ما كثير بياخذ وقت حتى الجسم يتقبله، بينما الفيلر او الميزوثيرابي ممكن الجسم ياخذ من 24 ل 48 ساعه حتى يتقبله. مرحله التقبل ممكن يصير فيها ارتفاع درجه الحراره، ممكن يصير في انتفاخ بشكل خفيف، خفيف تورم، ألم ممكن لحتى الجسم يتقبله. أما بالبلازما ما بصير هذا الموضوع، ما بينتفخ الوجه حصرا إذا معمولة بالأمبولات اللي هي المخصصة للبشرة. بالعكس للأسف في أنواع من البشرات عندها حساسية شديدة للسترات، وقت اللي بتحقن البلازما العادية عم يصير في عندها التهابات بالأدمة، ممكن تحتاج تاخذ كورسات من الأنتيبيوتيك وحتى ممكن كورتيزون. أنا في عائلي صديقة احتاجت هذا النوع من العلاج، صار مع التهاب بالأدمة ينتفخ وشها بشكل كتير مخيف، هي بس كانت عاملة بلازما لأنه في غلط بيروق، بس أنه مشكلة بالنهاية هي حرام ما استفادت. يعني هي صار معها حساسية تجاه سترات اللي هي أصلا ما بتنحط بالجسم، هو معدن سام بالنهاية، عرفتي؟ فهذا هو السبب ليش لازم الناس كتير تكون دقيقة، لأنه بيسترخصوا أنه أكيد بيكلف كتير أقل. ويلي عمل مرة أو شيء فما بقى يعيدها؟ هلا هي ما أكيد ما عادت عرفتي؟ بس لا إن شاء الله، هي بلازما كتير عم تعطي نتائج حلوة، في ناس عم تستخدمها كفيلر. يعني هلا صار فينا في أجهزة وفي مواد عم نقدر إنه نساوي البلازما سميكة كتير نوصل لجل ممكن يعادل الفيلر، مو ممكن عم يعادل الفيلر بس ما بيضل قده. لهيك في كتير بنات اللي بخافوا من المواد المالئة أو ما بيأمنوا فيها، تقولك لا على القليلة من جسمي. حتى في عالم الدهون الذاتية عم تخلطها بكمية من البلازما وتحقنها كمواد مالئة بالوجه. طيب سيدرا، كمان هذا الموضوع يمكن بيقلق كتير السيدات، انه انا اذا عملت فيلر للوش هذا الشيء، يعني كتير حتى عم نشوف فيديوهات على الانترنت كيف عم بيتم عملية التخلص وكيف عم بيؤدي لسموم بالبشرة بعد سنة او سنتين. وقلتي البلازما بتغنيهم عن هذا الموضوع. في ناس بتروح للموضوع التكلفة، انه انا اذا البلازما هي شيء من جسمي، هي شيء بيحميني، ليش لحتى اعملها كل شهر؟ ليش ما عم تعطيني فائدة اكبر؟ معناته نفس الشيء انا عم برجع ادفع وادفع مبالغ مالية وعم ما عم بستفيد نفس الفائدة. بس الديمومة حبيبتي اللي بتلعب دور. البلازما هي من جسمك، الجسم بيمتصها بشكل كتير سريع. يعني هو أصلا الفيلر أو الميزوثيرابي أو حتى البلازما أي مادة نحن بنحطها بالجلد إن كان بطريقة عميقة ولا سطحية الجلد حيمتصها خدها لأنه حيستهلكها بالنهاية. الفيلر بياخد وقت أكتر حتى الجسم يستهلكه، لهيك بضل ممكن في مواد بتضل السنتين. البلاز طبعا الفيلر الحديث اللي هو من هاليرونيك اسيد بحت، هو هاليرونيك اسيد حيواني، يعني هي نسج طبيعيه اصلا، بيروح طبعا لازم يروح اكيد، مو مثل المواد القديمه. حكينا قبل بمره انه هي بتتكلس وبتعمل مثل تكتلات بالجلد، ممكن لا سمح الله تقلب سرطانات. هذاك المواد اللي هي السيليكون والاكياس الميمل والملح والقصص القديمه اللي كانوا يستخدموها، حاليا الهيالورونيك اسيد ما له اي مشاكل. يمكن بدي اسال سؤال، هو كثير سيدات بتسالوا عن نوع الماده، انه الماده هي فرنسي ولا صيني ولا الماني، فانه هلا عم تقولي انه هي ما بتعمل اي شيء فانه بتروح، فانت طمنتي كثير سيدات انه والله نحن ممكن عم نحط صيني، لانه ما في بالبلد غير صيني. خلينا نقول كمواد مالئه، كنا نحكي بشكل صريح وواضح، هذا بيعمل شيء كانسر؟ هلا لا، لكي قصه الكانسر نحن دائما في عندنا فوبيا من كلمه كانسر. ممكن الجسم ما يعمل شيء بحياته ويصير معه كانسر، هذا الشيء بيلعب بعلاقه كثير بقصص وراثه وجينات وطبيعه حياه. بينما انه نحن لما مو كل المواد صيني، صار هلا في عندنا ممكن يعني
مواد تانية وصار في استيراد نظامي يعني لهي المواد. هذا الموضوع بيلعب دور بالتكلفة. احنا ما بدنا نذكر ارقام بس في عالم ممكن بتقولي والله انا عملت فيلر بهالرقم الفلاني يعني مستحيل انا صدق يعني مستحيل لا ما ممكن يعني ما بتعرفي. حتى في انواع من انواع في مراكز ما بتفتح قدامك علبة بتلاقيها جابت ابرة وحطتها بوشك. طب انا بدي اشوف اسم المادة من حقي صحيح. اذا انا دافع هذا الرقم ولا هذا الرقم انا من حقي انه انا اشوف شو اسم المادة. و بنات صارت تعرف هاي المادة كذا هاي فرنسي هاي ألماني هاي صيني يعني كله صار بيعرف. بس قديش هو الطبيب بيستغشم يعني الزبون اللي صحيح عنده حتى بيجي على الأمانة بالنهاية عن جد. أكيد. طيب سيدرا نحن دائما بنحكي معك عن الشيء الصحي وإمتى فعلا السيدة هي بحاجة لتدخل بهدول التقنيات. يعني اليوم نحن لما بنقول في صبايا بيكونوا صغار بيبلشوا بهدول المواضيع من بكير كتير يعني وفي ناس بيقلك هلأ أنه لا بلشي على بكير أحسن لك. أنت شو رأيك؟ والله هذا السؤال كتير صعب لقلك ليه؟ لأنه هذا معيار الجمال هلأ صار كتير متفاوت. يعني هي الموضة بالنهاية أي شيء هو موضة. ممكن الخدود المليئة هي تكون قصة موضة ممكن يكون الدقن اللي كتير محدد موضة. بس لما نقول شيء له علاقة حاجة لما بنحكي عن علاج تريتمنت لما يكون في عنا ندب لما يكون في عنا مسام لما يكون في عنا تصبغات لما يكون في عنا تجاعيد خطوط كتير عميقة ترهل وش أصفر. معظم الأحيان نحن بناخذ للأعمار الصغيرة اللي بيكون في عندها فقر دم وللأسف أنا ما بكتفي بالبلازما تبعها لأنه هي عندها فقر دم. نحن وقتا مندعمها البلازما بس بناخذ البلازما كرمال تساعدني إنه جسم ما يصير عنده حساسية من المواد اللي بدي داعم فيها البلازما. لهيك هي يعني تختلف حسب الحالة وموضة. هي في صبايا ما هم بحاجة وحابين يعملوا مازال ما بتضر ما نضد. اما والله في بنات يعني والله انا بتجي بدي اعمل فيلر انت ما لك بحاجه حبيبتي ما بتجي تعمليه عندي انا شايفه انه وشك بيرفكت ما لك بحاجه. اما بدك تعملي بلازما ومو سره ما في مانع لانه بالاصل اذا ما نفعتها ما راح تضرها. صحيح صحيح. يعني اخذنا مساحه كثير كبيره للوجه بحقن البلازما. خلينا نروح للشعر حتى صار في تقنيه انه عم يحقنوا الشعر في حال كان في شعر خفيف للمراه وخصوصي المراه عندها حساسيه من هذا الموضوع اكثر من الرجل. الرجل اذا صلى فهو امر طبيعي بس المراه عندها مشكله بهيدا المنطقه اللي هي بتكون احيانا بتم الحقن فيها. نحكي شوي عنها. تمام. هلا مثل ما قلت انه البلازما هي فيها خلايا شظايا دمويه هي بتجدد وبتنشط الخلايا القاعديه لتوليد البشره. نفس المهمه بتعملها ماده البلازما بالشعر. هي بتنشط البصله بتساعد على زياده الترويه الدمويه كثير بفروه الراس. نعم. هذا الشيء بيغذي لكن ما كافيه بصراحه للشعر. ضروري انه نحن ندعمها بالحديد بالزنك بمواد بيوتين مثلا البيكو كومبلكس اللي هي كتير لها علاقة وأحيانا ممكن نحط فيها كيراتين اللي هو نوع من أنواع الميزوثيرابي لتدعيم هذا الموضوع. المشكلة الوحيدة بموضوع الشعر أنه بيلزم عدد جلسات أكبر بكتير من اللي ممكن ناخد فيه نتيجة بالبشرة لأنه بده وقت أكتر لأشتغل على البصلة لتطلع شعرة ولحافظ عليها. يعني سلمى البلازما مثل ما حكت لنا سيدرا مهمة وإذا ما نفعت فهي ما بتضر. تمام. هي أهم شيء يمكن اليوم من النصائح اللي عرفناها من سيدرا ويمكن إن شاء الله يكون كل السيدات يلي تابعونا استفادوا كل الصبايا أكيد. شكرا كثير لك سيدرا. سهلا. شكرا لك سيدرا وشكرا للنصائح اللي قدمتيها. وأيضا بنتمنى من جميع السيدات عدم التوجه إلى مراكز غير متخصصة بالحقن لأنه ممكن تسبب كثير آثار سلبية وعلى فكرة يعطوا فكرة غلط عن البلازما وعن بالضبط. غيرها. بالضبط. هي شغلة واحدة في ظروف سمعت القصة كلها. شكرا لك ويسعد صباحك. سهلا صباحكم. صباحك محطتنا التالية.